نعم. ودي اللي عايز أرجع بيها لدكتور أحمد الشربيني كأحد أهم أسادة التاريخ في هذا الوطن. الحقيقة مش بس بتكلم على مصر لكن على الوطن العربي. الكذبة الكبرى بتاعة بيع الأرض يا دكتور، مهم أن تفند هذه الكذبة وأن يتم استبدالها فعلا بالحقيقة الدامغة. طبعا أكيد، يعني أنا سعيد جدا بوجودي معك في هذا البرنامج طبعا، وتحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. أنا عايز أقول حاجة، أنه فيما يتصل بهذه الكذبة، يعني إحنا في حاجة لأن نراجع التاريخ جيدا يعني، وأن نستوعبه جيدا، لأنه ما تتعرض له فلسطين مشروع مخطط له يعني قبل 48 بفترة طويلة جدا، يعني منذ مؤتمر بازل وبعد كده تصريح وعد بلفور 1917، ثم فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى والضغوط التي كانت تمارس من إنجلترا لإعادة هيكلة التركيبة السكانية لفلسطين، ويعني التهجير المنظم لفلسطين، وكذلك أيضا العناصر التي كانت تهجر إلى فلسطين بشكل معين بشكل منتقى، وبالتالي يعني لا نستطيع أن يعني ننظر إلى العنف الذي كان يمارس تجاه الفلسطينيين بعد الحرب العالمية الأولى والانتداب يعني بشكل كده، يعني بشكل يعني عمدوا إلى انتقاء نوعيات معينة. بالتأكيد نوعيات معينة، هذه النوعيات كانت منتقاة، وكذلك أيضا كانت بتسلح في وقت كانت المنطقة العربية يعني كان مفروض عليها حظر تسليح. والخطورة بقى، وعشان كده هنلاحظ أنه في عنف كان بيمارس على طول. 1920 كان في مواجهات، 1921 كان في مواجهات، 1929 كانت في مواجهات، وبعدين 1936-39 الثورة العربية الكبرى اللي احنا يعني بنسمع عنها، وتدخل إنجلترا لتهدئتها. وأعتقد أنه في هذا التوقيت طرحت فكرة التقسيم لأول مرة في الفترة دي، وبالتالي ده يؤكد لنا أن الشعب الفلسطيني كان يعاني من ضغوط شديدة جدا، ومواجهة مش فقط مع عصابات يهودية منتقاة أو يعني هي جماعات يعني من العصابات فعلا المسلحة، وبمدعومة من دولة كبرى زي إنجلترا في هذا الوقت. وبالتالي ففكرة أن البيع الأرض والتساهل في بيع الأرض دي فكرة مش مطروحة، وليست لدينا إحصائيات دقيقة عن هذا الموضوع إطلاقا، ولكنها من الأكاذيب التي يحاول البعض من خلالها تشويه تاريخ المنطقة وتاريخ العرب وتاريخ الفلسطينيين. الحاجة الغريبة جدا أنه بعد الحرب العالمية الثانية ما انتهت سنة 1945، في مفاوضات دارت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا حول مستقبل الشرق الأوسط، وهذه المفاوضات كانت سنة 45 قبل الحرب ما تنتهي مباشرة، ودارت مرة أخرى سنة 47 أيضا و51. هذه المفاوضات كان مفادها إيه؟ كان مفادها أنه يعني صياغة ما يمكن أن يسمى بالمشروع الشرق أوسطي، وكان أيضا مطروح فيها مكانة إسرائيل في هذا المشروع، وكان مطروح فيها مستقبل الفلسطينيين أيضا في الأراضي بتاعتهم دي. وبالتالي كانوا بيتحدثون عن فكرة أنه هذه الأرض لا يمكن أن تتحمل شعبين، لازم شعب منهم يرحل، وهذا الشعب الذي يرحل هو الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض. أصحاب الأرض. وفي هذا التوقيت تقرر أنه يتم تهجيرهم إلى المناطق العربية، وارتبط بهذا أيضا طرح مشروع للتنمية العربية يعني في مصر والعراق وسوريا، وأن العناصر التي ستنقل يجب أن يتم تركيزها في هذه المناطق التي سيتم تنميتها، والتركيز على أنه تبقى فيه تنمية زراعية. الحاجة كمان اللي أنا لاحظتها كمان في خلال هذه الوثائق، الوثائق دي موجودة على فكرة يعني صحيح. من خلال هذه الوثائق كانت فكرة كمان ألا يتم تركيز هذه المجموعات التي سيتم تهجيرها في مخيمات، ما ينفعش أنهم يعيشوا في مخيمات، لأنه لو ظلوا في مخيمات هيظلوا يشكلون لنا مأزق وضغوط في المستقبل، وبالتالي لابد أن يتم بعثارتهم في هذه المجتمعات العربية، ومن هنا يتم الإيه القضاء يعني الانتهاء من هذه القضية، تصفية القضية. وبالتالي فاللي يقرأ التاريخ بهذا الشكل أعتقد لابد أن يراجع كل المقولات التي يعني
تذهب في اتجاه أن الفلسطينيين باعوا أرضهم وفرطوا في أرضهم. لا، هم تعرضوا لضغوط شديدة جدا ويعني لأزمات شديدة جدا. أعتقد يعني كانت يعني الظروف كانت أصعب منهم، وأعتقد مفيش أي شعب واجه هذا التحدي على ظهر الخليقة في تقدير. يعني كفانا أنه هو الشعب الوحيد الذي لا زال يعاني من احتلال استيطاني على وجه الأرض، ودي في حد ذاتها كارثة.